شيء وزياده. يعني من البدايه كان كذا، هذا الشخص ما توقعنا انه حيوصل لهالدرجه بامانه. انا اتكلم شخصيا واشهد له، واعتقد المشاهدين شهدوا له قبلي، وكلمتهم اقوى واكثر، اللي هو حبيبنا عايض الزايد. والله استاذ استاذ استاذ، انا في البدايه توقعت والله انسان هادي. يا ابو محمد الله يعزك، انا توقعتك في البدايه انسان هادي والله. الصدق ليه؟ ليش تتوقع مني؟ يستاهل، يستاهل ابو محمد. لا طلعت خبل للاسف. شكرا علي شكرك ابو يارا. طيب باقي عندنا خالد السالي من السعوديه، ضارب السنيد من الكويت، محمد بن ناصر من قطر، بعد خليجنا واحد، بعد رجوع محمد العويسي من عمان. عشان يكتب ايش رايك صرت؟ طيب طبعا من خلال المسابقه كلنا عرفنا ان بين الثلاثه من هو اكثر نقاط، واكثر نقاط مبارك لحبيبنا محمد ناصر. يستاهل يستاهل، يرجع لك الروح. طبعا محمد ناصر نقاطه بعد خلف القحطاني وبعد محمد عويسي، هم متعادلين خلف محمد عويسي، اللي بعدهم محمد بن ناصر. اسلم. اول شيء الله يبيض وجوه الجمهور وقطر وربعي وجماعتي، والله العظيم يعني خالص، والله الذي نفسي بيده اني ما ادري وش اعبر. بعض الناس ممكن يقول ان محمد ممكن انه مستهتر او متحور في وليش ما انك يطلع؟ لا هذا ما ترى ماني براضي والله. والله رضا، هذا رضائك وعدم رضائك هذا نفسك. لا يكلم ابو عيسى، خليه يدق. انت متساوي، انت متساوي. انا حاسب معك، حاسب ما لا والله انت كنت حاسب نقاطك انت الحين. والله صدق يا محمد رازق، انا اشوف في تسيب في دعم حق لما طلع ابراهيم يعدون مقاطع. تقصد محمد عيسى بدا يلعب؟ يمكن اتوقع. انت وش مسوي لمحمد؟ محمد عيسى يلا يبغيني اطلع. والله هذه صدق صدق الرجال ازعجه. الشيء الثاني الله يبيض وجه الجمهور واخواني وعيال عمي وربعي وجماعتي، والله يبيض اللي اتصل واللي كتب داري انكم شادين حيلكم، لكن ان شاء الله نحن رجعنا ومكملين الى النهايه. ارحب ابو ناصر، ارحب ابو ناصر. تفضل يا ضاري خلف شوي، تعال يا خلف شوي، بينكم مساحة. أيوة أكثر أكثر، أرحب مساحتي. لا ما أخبرني أنا أمشي. لا الله يسعدك.